مساء الخير. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يرفض الدعوات المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات محذرا من تأثير التدخلات الخارجية على التحالفات السياسية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز يرحب بالاتفاق الذي توصل إليه الفرقاء الليبيون في باريس والخاص بإجراء انتخابات نيابية ورئاسية. وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس يقول إن الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثي في نيسان أبريل على ناقلة نفط سعودية حصلوا عليه من إيران. طالبة جامعية إيرانية توجه انتقادات عنيفة للوضع في البلاد ولمؤسسات بينها الحرس الثوري والقضاء. الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعلن بدء مرحلة التشغيل التجريبي لمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بمحافظة جدة.